شعر بيت أنكل. اعترض على قدرك، عارف ان دي نهاية كل حي، بس اتوحشت ولادي. اتوحشت لهم قوي. حن علي يا حنان، ارحمني يا رحمن، مش هتعب. تعبت قوي قوي. امتى هترضى عليا وتاخدني؟ امتى اللقا يا رب؟ امتى اللقا؟ ايه اللي خلاه يخرج بالفلوس دي كلها؟ كان قال لي وانا كنت طلعت معاه خلاص، مين اللي نصحه يعمل كده؟ يعني مش هنعرف نرجع الفلوس؟ المغورين شغالين، ولو وصلنا لاي حاجه هنتصرف، وهو كمان لما يفوق ممكن يفيدنا باي حاجه، يمكن شاف اللي عمله معاه كده. واحنا لسه هنستنى لغايه ما يفوق؟ انت عارف كويس او ان محدش يعرف ان معاه الفلوس دي كلها ومستنيه على الطريق غير هاني، اكيد هو ورجالته راقبوه. بس انا ما اقدرش اعمل حاجه ولا اتهمه باي شيء. ليه بقى؟ هندخل في سينو جيم ورجلنا هتيجي وهتبقى حدوته كبيره. ادعي انت بس يكونوا شويه عيال هجامه هم اللي عملوا مع برع بالحكايه دي. والشيخ خلف وده ماله ده كمان؟ مشي وسابنا ولازم يرجع، وانت سيد العارفين. ارجوك يا عماد بيه، تعرف لنا راح فين؟ هنشوف.